أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فبالليل أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم.